انقطعت فترة طويلة عن الرسم، انقطعت عن الريشة طبعاً، بس عن الريشة، ولكن ما انقطعت كفن. كنت عم ببحث، كنت بحالة بحث لمدة سبع أو ثمان سنوات، صرت أبحث عن مدرسة أو عن هوية خاصة فيني كفنان، إنه أعمل شيء أسلوب خاص فيني أتفرد فيه. فعملت دمج ما بين مدرستين، المدرسة التعبيرية والمدرسة التكعيبية، وطلعت بالشيء اللي شايفينه باللوحات اللي موجودة قدامكم، اللي هو أسلوب لانو يعني أخذ من التعبيرية وأخذ من التكعيبية، ولكن لا يشبه لا تكعيبية ولا تعبيرية. طبعاً أنا مدخر، عندي ألوان من السابق، لأنه اليوم حاولت أبحث عن بعض الألوان، مو علبة كاملة. كان صعب الحصول عليها باعتبار اليوم ما في اهتمام بموضوع الرسم أو موضوع الفن. حتى القماش اليوم لحد الآن مدخر من السابق قماش، لأنه كنت جيبه من معامل النسيج تبع الدولة. الدافع الأساسي لأنه تعلمت الخط اللي كان سيء كتير، وكسبت فرصة إنه بالمعهد كان في مادة الخط العربي، إنه كانت موجودة مادة الخط العربي، وكانوا يعطونا مبادئ خط الرقعة والكوفة، بس أنا ما اكتفيت بموضوع إنه تعلمت من خلال المعهد الخط العربي. حبيت الفكرة إنه تعلم كل الخطوط، ليش حتى اكتفي بموضوع الرقعة؟ لأتحسن خطي. استمريت وجبت تراجع وجبت كتب بحيث إنه أتعلم أتقن باقي الخطوط.